سعيد وفريد راحوا على المطعم ليتغدوا، فطلبوا ستيك اثنيناتهم، اجوا ستيكس قطعه كبيره وقطعه صغيره، ركض سعيد واخذ الكبيره وحطها قدامه، طلع في فريد قال له العمى بقلبك، امتى رح تتعلم تصير مزوق وتنطر غيرك؟ قال له ليه انت لو انت نقيت قبلي شو كنت اخذت؟ هيك استحى، قال له انه كنت اخذت صغيره، قال له عشو عم بتنق؟ ما اخذت صغيره. وحده ثانيه على السريع، وحده ثانيه. واحد راح عم يتغدى بمطعم طلب همبرجر، هو عم ياكل الهامبرجر طلع له شعره، عيط للجرسون قال له هلا بدي اشوف الشيف، هيك بالطعم العالم اكل في شعر بقلبه، هلا بدي فوت على المطبخ. هيداك استحى قال له تفضل يا خيي، اخذ وفاته هيك صار يتنقوز من برا ليشوف شو عم يطبخ الشيف. لقى الشيف بدعبل اللحم، الشيف بدعبل اللحم بحطها تحت بعضه وبيكبسها لتصير همبرجر. في عليكم هيك بالطعم العالم يا عيب الشوم، عليكم هيك عم تعملوا الهامبرجر؟ قالت له، قال له يي تشوف لما بيعمل الدونتس. واحد عم يتغدى بريستوران طلع لاحظ انه كل ريستوران كثير مرتب وغالي وهيك، لاحظ انه كل الجرسونيه عندهم ملعقه صغيره بجيابهم، عيط لجرسون قال له دخلك ليش كلكم عندكم ملعقه صغيره؟ قال له مسيو نحن مطعمنا كثير مرتب وكثير مهم، فصاحب المطعم جايب شركه احصاءات كثير كبيره عملت اتيود ولاحظوا انه بعد 3 أشهر من دراسه معمقه انه اكثر قطعه بتنطلب على الطاولات او بتوقع هي الملعقه الصغيره، فلكسب الوقت ولا لحتى تقلب الطاولات اسرع كلنا عندنا ملاعق صغيره بتوقع ملعقه بيطلبوا ملعقه غير من لقمة بنعطيها للزبون. قال له والله شغله مهمه، مدري كيفك عم تطلع نزول، لقى من سحابته طالع حبله وطلع، قال له كلكم حاطين حبله كمان هيك من السحابه ليه؟ قال له نفس الشركه استاذ بالدراسه توضح لهم انه نحن كل ما بنفوت على التواليت وبنطلع بنضيع وقت لما نصوب ايدينا ومن بعد التواليت، فارتقوا انه يحطوا لنا حبله هيك ما بندق بشيء وبنطلع دغري على السريع. قال له طيب عال بس انه فهمنا بالطلعه، بس كيف ترجعوا بتضبوا كل القصص؟ قال له ما بعرف استاذ بخصوص غيري بس انا بستعمل الملعقه. قال في فريزية حبة فريز التقت برازية رازية شو؟ براز لنقولها بشكل مرتب كاكاية التقت فيها طلعت فيها قالت لنيا عليك تفه عليك لك شكلك لك لونك لك ريحتك مين له قال طلع فيك تفه هي عم تحكيها قاطع زلمة شاف الفريزية استحليها وأكلها قالت للكاكاية شو فيك بعد شوي؟ كله جديد انت ليش عم بقول ليش اليوم مره عمرها 47 سنه عملت عمليه تجميل كثير ظابطه وقد ما انبسطت فيها صارت كيف ما تروح كيف ما تجي تحذر العالم عن عمرها. فاتت على المطعم قاطع الجرسون قالت له قد بتحط لي عمر؟ قال لها 30. قالت له لا 47. فاتت على الريستو على المحلات التياب مين ما تسلم قد تحطوا لي عمر؟ يحطوا لها اقل. وصلت على الفرن وقفت بالفرن بالصف بس اجى دوره هيك اول ما عم يعطيها ربطه قالت له قد بتحط لي عمر؟ قال لها 37. قالت له لا 47. وانبسطت طلعت بالباص قعدت بالباص قعد حدا رجال طلعت فيه قالت له قد بتحط لي عمر؟ قال لها مدام انا بحذر قد ايه عمرك بس انا لا احذر بحاجه حط ايدي على كيلوتك. قالت له العمى هيدا كيف معقول يحذر؟ معلش انه على السريع. قالت له بس على السريع عمول معروف على السكيت خلته يحط ايده شيلها. قال لها 47. كيف حذرت؟ قال لها مدام كنت وراكي بالصف بالفرن.